الرئيس السيسي يؤكد أن الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم وأن أي قضية يمكن مناقشتها به. في أول غارة لها على قلب بيروت، إسرائيل تغتال ثلاثة من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحماس تعلن اغتيال أحد قادتها في غارة على جنوب لبنان. واشنطن تؤكد جاهزية القوات الأمريكية للانتشار في الشرق الأوسط لتخفيف حدة تصعيد. نشرة أخبار 12 ظهرا تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة الإفطار التي أعدتها أكاديمية الشرطة بحضور المسؤولين وكبار رجال الدولة. ودار حوار مفتوح تناول فيه الرئيس العديد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها سد النهضة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة. وعقب انتهاء الحفل شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور بمائدة الإفطار، حيث دار حوار مفتوح تناول فيه سيادته مجمل الأوضاع المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة الأخيرة. كما تناول الحوار العديد من الملفات الإقليمية والدولية من بينها ملف سد النهضة. سد النهضة أنت بتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تشاور في جلسات وفي حوار مختلف ولقاءات واستخدام أدواتك السياسية والدبلوماسية وحاجات أخرى كتير في أنك أنت تمنع الشر المحتمل ده. إحنا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل. إحنا بنتكلم في يعني 400 مليار ولا أكتر؟ ها؟ أنا بتكلم في محطات معالجة ثلاثية متطورة زي بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة اللي موجودة هناك. أنت بتتكلم في مليارات كتيرة. اللي أنا قصدته بده إيه؟ في دايما في التعامل مع القضايا بتاعتنا كنا إحنا ما بنركنش إلى خيار واحد. لا، إحنا بنقول إيه؟ هنحاول إن كل المية اللي ممكن نعيد استخدامها، احنا في الزراعه تقريبا 40 45 مليار متر ميه، شغالين في خطه للزراعات الحديثه، وشغالين في خطه لان احنا يبقى المعالجه الثلاثيه المتطوره، وهيبقى تقريبا يا تاني يا اول دوله في العالم بعد حاجه سنوات بسيطه جدا بتعالج المياه اللي موجوده عندها. وفي الشان الداخلي اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهميه وجود حوار مستمر داخل المجتمع. الحوار الوطني يا أستاذ مصطفى، وأنا شايف الدكتور ده قدامي، طب ما احنا أي قضية من القضايا اللي انتوا الحوار ده احنا قلنا ده في حالة انعقاد يا فندم دائم، مش كده؟ وأي قضية مش بس القضية ديت عايزين تتكلموا فيها أنا ما عنديش مشكلة، وبالمناسبة اتكلموا واتكلموا في الإعلام، خلوا في بيانات بتتكلم، حد يشرح يقول حاجة، يعني حد يشرح في موضوع معين عن الاقتصاد، عن شكل القوة في العالم بقى عامل ازاي. يعني انت عايز تتكلم على طرح يساعد اللي بيسمعك انه اولا يحب يشوف. وبالمناسبة تاني هقول الاعلام والدراما قادر على ان هو يعمل رسائل اكتر كتير من اللي احنا وانتوا نقعد نتكلم مع بعضنا كده. من فضلكم حطوا النقاط والموضوعات الساخنة اللي انتوا خايفين منها، بما في كلام بتاع حتى موضوع الزلزال الكبيرة قوي بتاعت المنطقة وشكل المنطقة هتبقى عامل ازاي واحنا هنجابهها ازاي. طول ما انتوا واقفين على رجليكم يا مصريين ومتماسكين اي حاجة هتبقى سهلة.
كذلك أكد سيادته على الدور المصري في السودان والصومال. طب احنا بنبذل جهد بقى عشان السودان يستقر، احنا بذلنا جهد عشان السودان ما يخشش ابدا في اللي هو دخل فيه. احنا بالنسبه لدعمنا للصومال، احنا بندعم الصومال في اطار مش عشان اثيوبيا، بندعم الصومال لان الدوله دي بقى لها اكتر من 30 سنه في حاله عدم استقرار. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. صرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي زادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان على لبنان، فإن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة. وأكد رشوان أن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ستكون مطروحة على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر اليوم، حيث ستتم مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات على أن يتم بعد عقدها رفع توصياتها للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أولى غاراتها داخل بيروت منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي. واستهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنيا بمنطقة الكولا في قلب العاصمة اللبنانية، وهو ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل. من جانبها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استشهاد 3 من أعضائها في الغارة الإسرائيلية على بيروت، بينهم مسؤول الدائرة العسكرية الأمنية وقائدها العسكري في لبنان. قلب العاصمة اللبنانية بيروت في مرمى الصواريخ الإسرائيلية للمرة الأولى منذ حرب يوليو 2006. عدد من الشهداء والجرحى قد سقطوا في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي الكولا الواقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار بيروت الدولي. وقد تسبب القصف الإسرائيلي الذي جاء بعد تحليق شبه متواصل لطائرات مسيرة إسرائيلية في أضرار مادية جسيمة بالمبنى السكني وتحطيم السيارات المتوقفة أسفله. مصادر أمنية تحدثت عن استشهاد 4 أشخاص، وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير فلسطين استشهاد 3 من قادتها، فيما وصفته بعملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات إسرائيلية، وقد تعهدت بأنها ستواصل مقاومة الاحتلال مهما بلغت التضحيات. أما الجيش الإسرائيلي فذكر أنه استهدف مقر للجماعة الإسلامية اللبنانية، والتي سبق أن شنت هجمات صاروخية على مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان. وتأتي هذه الغارة لتوسع من دائرة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث صعد جيش الاحتلال من هجماته على مواقع وأهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان وفي منطقة البقاع شرق لبنان، ما تسبب في استشهاد المئات ونزوح مئات الآلاف. في غضون ذلك أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس استشهاد قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين في ضربة إسرائيلية بالجنوب اللبناني. وأضافت الحركة في بيان لها أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، كما أسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد زوجته ونجله ونجلته. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور طارق عمود أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق بعد تحية، يعني نحن إذا أول غارة للطيران الإسرائيلي بوسط بيروت، كيف ترون هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق وما التداعيات التي يمثلها؟ هل نحن قاب قوسين أو أدنى من المواجهة المباشرة في تطور صارخ لقواعد الاشتباك بشكل عام في الآونة الأخيرة؟ يعني هذا يشير إلى سلوك إسرائيل العدواني، عندما تستهدف شققا سكنية في قلب العاصمة
هذا يدل على توحش هذه المجموعة، وهو يعني يرفض أو يدين السردية الإسرائيلية التي تقول أن المقاومة لديها قواعد عسكرية في قلب المدينة أو بين المدنيين. يعني أمس عند استهداف الشقة في وسط بيروت فكان فيها مدنيون، يعني حتى لو كانوا يحملون عناوين سياسية ينتمون إلى جماعة سياسية ولكنهم ليسوا على الجبهة. يعني هل يحق بالقانون الدولي أن تغتال دولة ما شخصا يعمل في السياسة وهو ليس في الجبهة، هو يسكن في بيته أو في شقة سكنية؟ يعني هذا برسم حقيقة كل العالم، برسم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل يعني الأحرار في إسرائيل تنتهك بشكل سافر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نحن نشهد حاليا أكبر عملية نزوح يعني مرت بها لبنان يعني على مدار تاريخها. كيف يتم التعامل مع هذا الوضع وما هي تأثيراته الاقتصادية والإنسانية وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي يعني كانت تكبل لبنان من الأساس، فما بالنا يعني هذا التحدي المضاف الذي تشهده حاليا؟ قراءتكم للمشهد العام. يعني الدولة اللبنانية حقيقة تقوم بما تستطيع القيام به. موقف الدولة اللبنانية موقف متقدم وموقف وطني على هذا المستوى. الشخصيات الاجتماعية أيضا تقدم ما تستطيع للنازحين وللمهجرين. نحن نتكلم على مليون نازح وليس على رقم يعني ربع الشعب اللبناني، نتكلم عن رقم مهول. هناك مبادرات فردية عند الناس يعني كذلك، ولكن الوضع صعب حقيقة لأن إسرائيل اختارت أن تضغط على المقاومة من خلال المدنيين، من خلال البيئة الحاضنة، من خلال المجازر، تدمير الواسع للبيوت والأبنية، لأنها يعني هي تدرك أن هذا الأسلوب يضغط على المقاومة ولأن تاريخها يشهد بهذه ارتكاب هذه المجازر. يعني إسرائيل أكثر ما تستطيع فعله وتمتهنه وتحترفه هو قتل المدنيين، الترويع، صحيح، تخويف الناس لكي تنفض الناس من حول أي حتى سياسة الاغتيالات والتصفية لن تتوقف عند هذا الحد. يعني إسرائيل تؤكد أن هناك المزيد. يعني فيما يتعلق بالاجتياح البري رجحت يعني ذلك من الجانب الإسرائيلي، هل يبدو في الأفق؟ في جملة أخيرة من فضلك. طبعا هو مطروح الاجتياح البري، ولكن الإسرائيليين يؤجلون ذلك لأنهم يعرفون أن الأكلاف مرتفعة جدا على هذا المستوى. هم يعني يفضلون التدمير من الجو لأنهم يمتلكون سلاحا أمريكيا ضخما جدا وطائرات F-35 وقنابل تتزن 2000 رطل يرمونها على المدنيين كما فعلوا في قطاع غزة. المواجهة البرية، نعم، المنازلة البرية هي ستكلفهم يعني أكلافا عالية، لذلك هم يؤجلون الموضوع لعل المقاومة تستسلم قبل أن يضطروا إلى الدخول البري، وهذا لن يحصل. أشكرك على هذه المداخلة من بيروت دكتور طارق عبود أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا. استشهد 6 مسيفين في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة سحمر بالبقاع الغربي في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 آخرين في القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء لبنان خلال 24 ساعة. هذا وشن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارات جديدة على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بمنطقة البقاع اللبنانية. ومن بين الأهداف منصات إطلاق صواريخ ومبان تم تخزين أسلحة بها. وأكد جيش الاحتلال أن إسرائيل ستواصل بقوة مهاجمة القدرات العسكرية والبنى التحتية لحزب الله في لبنان وإلحاق الضرر بها. أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن ما وصفته بعملية برية محدودة في لبنان وسط ضغط أمريكي غير مسبوق لمنع هذه الخطوة.
وأضافت قائلة إن المستوى السياسي في إسرائيل يفكر جديا في تنفيذ العملية البرية المحدودة، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن العملية البرية المزمعة تهدف إلى إقامة ما وصفوه بمنطقة أمنية عازلة جنوبية لبنان. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب تجنب نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط، وقال في تصريحات للصحفيين إنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك دون أن يحدد موعد لذلك حتى اللحظة. في سياق ذي صلة، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة لأي رد إيراني على اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن واشنطن لديها وجود عسكري قوي في الشرق الأوسط، مضيفا أن الدبلوماسية هي المسار الصحيح لحل الصراع. We have to be prepared for some sort of response. علينا ضمان أننا مستعدون، ونحن كذلك نعتقد أن لدينا القدرة العسكرية التي نحتاج إليها في المنطقة، لكن الأمر ليس واضحا في الوقت الحالي، ومن المبكر للغاية معرفة ذلك. لدينا بالفعل قدرات عسكرية هائلة للدفاع عن أنفسنا وللمساعدة في الدفاع عن إسرائيل إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها وقواتها في الشرق الأوسط مع السعي لتخفيف حدة التصعيد من خلال الردع والدبلوماسي. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن أوستن شدد على أن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران أو أي من شركائها أو وكلائها من استغلال الوضع الحالي أو توسيع دائرة الصراع، وأضاف أن واشنطن مستعدة لاتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها وأفرادها حال استهدافهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده تتابع الأمور عن كثب مع السلطات اللبنانية. وأضاف كنعاني أن دول المنطقة قادرة على الدفاع عن نفسها أمام اعتداءات إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإرسال قوات إيرانية للمنطقة. وأضاف كذلك أنه ليس لدى إيران قوات بالوكالة في المنطقة، وأن قوات المقاومة تمثل شعوب دولها. وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تترك أيا من الأعمال الإجرامية لإسرائيل تمضي من دون رد، وذلك في إشارة إلى استشهاد أمين عام حزب الله ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان. أكدت وزارة الخارجية الصينية رفضها انتهاك سيادة لبنان وأمنه. وأدانت الخارجية الصينية جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن التوتر بين لبنان وإسرائيل هو امتداد للصراع في غزة، وأن الأولوية القصوى هي لوقف الحرب في القطاع. وحثت الخارجية الصينية الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات فورية للتهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع. أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم بأن نحو 100,000 شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية المكثفة. وأكد المسؤول الأممي أن توسيع إسرائيل للحرب على عدة جبهات في فلسطين ولبنان واليمن لن يجلب سوى المزيد من النازحين والمعاناة للمدنيين. أضاف أن عمليات الإغاثة تجري لمساعدة كل المحتاجين بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية. وشدد غراندي على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية سواء اختاروا النزوح أو البقاء، مؤكدا أنه لا يجب استهداف المدنيين. أعلنت وسائل إعلام حوثية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 45 في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة. كانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مينائين ومحطات كهرباء بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في خزانات الوقود.
في تصعيد جديد على الجبهة اليمنية، غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون راح ضحيتها قتلى وجرحى، وتسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق مدينة الحديدة الساحلية واحتراق خزانات النفط في ميناء الحديدة. تقارير إعلامية أفادت أن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مطار الحديدة الدولي. المتحدث العسكري لجيش الاحتلال قال إن إسرائيل هاجمت بعشرات الطائرات، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للحوثيين في ميناءي رأس عيسى والحديدة في اليمن التي تستخدم لواردات النفط. وأضاف أن إسرائيل استهدفت محطتي توليد كهرباء وهما الكثيب والحالي، وأوضح أن المواقع المستهدفة يستخدمها الحوثيون لنقل أسلحة إيرانية إلى المنطقة وإمدادات لاحتياجات العسكرية. المتحدث لجيش الاحتلال أعلن أن الهجوم على اليمن كان ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على إسرائيل، والتي كانت أحدثها إطلاق صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب والذي تم اعتراضه، كما اعترضت إسرائيل صاروخا آخر أطلقه الحوثيون قبل ذلك. أضاف المتحدث أن الهجوم تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، وكانت الولايات المتحدة على علم بهذا الغارات. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالاند قال إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل، وأن رسالته واضحة بعد الغارات التي نفذها جيشه على مدينة الحديدة في رد على هجمات الحوثيين على إسرائيل. استشهد 4 فلسطينيين من بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح بوسط قطاع غزة. يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41,595 مواطنا وإصابة 96,251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض. ولمزيد من المتابعة واستمرارا للجهود المصرية من أجل إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء في غزة، ينضم إلينا من أمام معبر رفح البري مراسل نيل الأخبار محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، ما هي آخر المستجدات لديك؟ نعم، تحياتي لك شهاب. بالفعل لا زالت مصر تبذل جهودا كبيره من اجل انفاذ هذه المساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه، وجهود مصر يعني متواصله سواء كانت على مستوى المساعدات او حتى على المستوى السياسي من اجل التوصل الى وقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين والتوصل الى اتفاق شامل في المنطقه. اعود اليك مره اخرى الى بشان المساعدات الغذائيه وحركه دخول وخروج الشاحنات المصريه من معبر رفح الى منفذ الكرم ابو سالم. نتحدث اليوم عن انخفاض لأعداد الشاحنات التي توجهت بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم إلى 39 شاحنة. 39 شاحنة هي عدد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات فقط من المحروقات وكانت تحمل غاز. إذن نحن أمام تناقص كبير ومستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمس كنا نتحدث عن عبور حوالي ما يقرب من 60 شاحنة، اليوم نتحدث عن 39 شاحنة. إذن نحن أمام انخفاض وأمام تقليص لأعداد الشاحنات بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات التعسف والتعنت الكبير. منذ قليل خرجت شاحنة يعني وبسؤالنا عن يعني محتويات هذه الشاحنة كانت تحمل أدوية، ولا للأسف بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا رفضت الشاحنات التي تحمل أدوية ومستلزمات طبية وأكسجين، أسطوانات أكسجين للمدنيين في قطاع غزة والمرضى والجرحى الذين يعانون من نقص كبير وشح كبير في المواد المحروقات اللازمة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية. هذا بالإضافة أيضا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تتعمد بعد
عدم استلام ورفضها للشاحنات التي تحمل مستلزمات أساسية للأسر الفلسطينية النازحة من منطقة شمال ووسط قطاع غزة إلى منطقة الجنوب. كل هذه الإجراءات وكل هذه الخطوات هي يعني إجراءات تعسفية كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق، على الرغم من التحذيرات الأممية الكبيرة وبرنامج الأغذية العالمي الذي أصدر في بيانه وتحذيراته من أن تفاقم هذه الأوضاع سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات بأكثر مما عليه الآن. هذا فيما يخص شق المساعدات الإنسانية والإغاثية. فيما يخص أيضا التصعيد العسكري أو العمليات العسكرية، بالفعل يعني هناك اليوم هدوء نسبي نوعا ما في العمليات العسكرية في المنطقة الأخرى من الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وبالتحديد في مدينة رفح الفلسطينية لم نسمع سوى ذوي انفجارات بسيطة نوعا ما اليوم عن الأيام القليلة الماضية، والتي كان جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة وكبيرة في منطقة تل السلطان، هذه المنطقة التي يعني يوجد بها العديد من المربعات السكنية الخاصة بالنازحين الفلسطينيين. لكن على المشهد بشكل عام بالنسبة للمساعدات، تناقص كبير في أعداد الشاحنات سواء كانت الأغذية والإغاثية، وأيضا تناقص في عدد الشاحنات التي تحمل محروقات. هذا هو المشهد لدينا شهاب. الآن الكلمة إليك. شكرا لك محمد الخطيب مراسل نيل الأخبار، كنت معنا مباشرة من أمام معبر رفح من الجانب المصري. في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 41 فلسطينيا من بينهم 5 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم عسكر القديم شرقا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل الصوتية وداهمت عددا من البنايات السكنية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من مدينة قلقيلية بالإضافة لاعتقالها 5 فلسطينيين من محافظة الخليل. نواصل متابعتنا محليا. خلال زيارته للمنطقة الصناعية شرق النيل، شهد محافظ ألمنيا اللواء عماد كدواني بدء التشغيل لخط الإنتاج الجديد بأحد مصانع الصناعات اليدوية، وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين بما يسهم في تطوير الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. على جانب آخر، قام محافظ المنيا بتسليم 2500 حقيبة مدرسية لطلاب الأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. لتعزيز الإنتاج الدوائي بالسوق المصرية، شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد بأحد مصانع الصناعات الدوائية في المنطقة الصناعية بالمحافظة. المحافظ استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المصنع حول تطور خطوط الإنتاج الأخرى التابعة للشركة، كما قام بتفقد محطة معالجة المياه التابعة لمصنع كربونات الكالسيوم التي تم إنشاؤها بتكلفة 5 ملايين جنيه لتوفير مياه عالية الجودة خالية من الأملاح والشوائب لتلبية احتياجات المصنع وضمان أعلى معايير الجودة في الإنتاج. وخلال جولته بالمنطقة الصناعية، قام كدواني بجولة تفقدية داخل مصنع تجفيف البصل لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام الإنتاج، وأشاد بدور المصنع في توفير فرص عمل لأكثر من 1200 سيدة من محافظة المنيا بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر. وأكد محافظ المنيا خلال الجولة ضرورة استمرار دعم المشروعات التصديرية لما لها من دور محوري في تنمية الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، مشددا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان استمرار التنافسية في الأسواق الخارجية، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتسليم 2500 شنطة مدرسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من طلاب الأسر الأولى بالرعاية والأيتام لتخفيف العبء عن الأسر في مواجهة أعباء العام الدراسي، وذلك بالتعاون مع
إحدى الجمعيات بالمنيا وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت شعار أهلا مدارسنا. وضمن مبادرة بداية أيضا قام محافظ المنيا بتسليم 500 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم من قرى المحافظة، ضمن حملة فرحهم بشنطتهم التي تنظمها جمعية الأورمان ومؤسسة راعي مصر للتنمية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. وقام محافظ المنيا لواء عماد كدواني بزيارة لمعرض صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر بمركز صمالوط لتوزيع 10,000 قطعة ملابس جاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، تتضمن ملابس ذات خامات عالية الجودة ومقاسات متعددة ومناسبة لفصل الشتاء ودخول المدارس، لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبها، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تغطية الاحتياجات المطلوبة من المازوت لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانع مواد البناء، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر. وخلال رئاسته الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أعلن الوزير تشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة وتوطينها واستدامتها في مصر. كما أعلن الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وتحديد القطاعات ذات الأولوية في الحصول عليها. وقع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي فتحي زهير لتعزيز التعاون في المجال المصرفي. وأشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن المذكرة تعكس العلاقة الوطيدة بين الجانبين، موضحا أنها تهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي. قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 27% في الربع الثاني من العام الجاري بانخفاض قدره 0.5% مقارنة بالربع الأول. وذكر التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 13% في الربع الثاني من 2024 مسجلا انخفاضا قدره 0.2% مقارنة بالربع الأول. في أسواق النفط العالمية صعدت الأسعار متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم نوفمبر 16 سنتا إلى 72.14 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 8 سنتات إلى 68.26 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار الذهب، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي، وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من 8 سنوات. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 2653.38 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 14% إلى 31.49 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 10% وصولا إلى 999.35 دولارا. وآخر محطاتنا تذكير بأبرز عناوين هذه الجولة. الرئيس السيسي يؤكد أن الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم وأن أي قضية يمكن مناقشتها به. في أول غارة لها على قلب بيروت، إسرائيل تغتال 3 من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحماس تعلن اغتيال أحد قادتها في غارة على جنوب لبنان.
واشنطن تؤكد جاهزية القوات الأمريكية للانتشار في الشرق الأوسط لتخفيف حدة التصعيد. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا المفصلة لهذه الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.